السلام عليكم الشباب. بالنسبة للحصة ديال اليوم غادي تكون الأولى في الإليمون ديال الدياغرام دو فاز. بالنسبة لهذا الموديل هذا كيتكون من جوج ديال لي زيليمون اللي هما الشيمي ديسكريبتيف والدياغرام دو فاز. غنبداو بأول بارتي اللي هي الدياغرام دو فاز. دونك على بركة الله نبداو بعدا نعرفوا شنو هو كيعني الدياغرام دو فاز ولا شنو هو الديفينيسيون ديال الدياغرام دو فاز. هو واحد الريبريزونطاسيون فيزيوال ديتا دان سيستيم en fonction des paramètres suivants, les hommes, température, ou pression, ou composition. باش نهضر على الكومبوزيسيون ما كنهضر عليه حتى كيكون عندي ميلونج متفقين. يعني لما الا كان عندي غير عنصر واحد في داك الدياغرام ما كنهضرش على الكومبوزيسيون. من بعد علاش غادي نجيو غادي ندويو على الانواع ديال لي دياغرام اللي غادي نشوفو في الدياغرام دو فاز. كاينين ثلاثه هما اللي غادي نخدمو متفقين، كل واحد غادي نديرو فيه ابليكاسيون باش نفهمو اكثر. نبداو باول دياغرام، يعني نعطيكم بعدا مناش كيتكون وشنو هما العوامل اللي كل واحد كيأثروا عليه متفقين. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو الدياغرام اينير. ملي كنهضر على الدياغرام اينير في هاد الحاله راه كنهضر على واحد الدياغرام اللي كيتكون من ان سول كونستيتيو، يعني كيتكون من عنصر واحد متفقين. مادام كيتكون من عنصر واحد في هاد الحاله جوج ديال لي فاكتور اللي كيأثروا عليه هذا الرسم ديالو كيكون على هذا الشكل. هذا هو الدياغرام اينير، كيكونوا عنده جوج ديال العوامل اللي كيكونوا كيأثروا عليه اللي هما طومبيراتور او بريسيون. بالنسبه لهذا الدياغرام اللي كيتسمى اينير، ملي كيكون فيه واحد العنصر راه كيدوز بين ثلاثه ديال المراحل من الكيمر متفقين. راه كيمر من سوليد ليكيد او غاز، واضح. عاد باش غادي ندويو على الانواع اللي فيه، فيه ثلاثه ديال الانواع ديال لي دياغرام اللي كاينين انير، يعني كاين فيه ثلاثه ديال الحالات اللي كاينين، ثلاثه ديال الحالات. كاين اللي كيكون عندي كومبوزي بيور او كومبوزي نو بيور او اش دو زون نو بيور. بالنسبه لي كومبوزي بيور فحالهم فحال اش دو زون بيور، وبالنسبه لي كومبوزي نو بيور كيختلفوا، يعني الرسم ديالهم كيختلف على الاش دو زون نو بيور. بالنسبه للاش دو زون نو بيور كيتسمى دياغرام اينير تيبيك، يعني واحد الدياغرام اللي هو نموذجي كيختلف عليهم كاملين، هو اللي غادي نهضروا عليه اول واحد غادي نهضروا عليه بالنسبه لي دياغرام اينير. من بعد غادي نمشيو وغادي ندويو على ياش على الدياغرام بينير. لاحظ بالنسبه للدياغرام اينير قلنا راه كتكون الماده كتمر من السوليد والليكيد والغاز. ملي كتجي كدوي لي على دياغرام بينير هو واحد الميلونج ديال دو كونستيتيون، يعني ا بلس بي كيكون فونكسيون ديالاش غير ديال التمبيراتور بوحدها. ملي كتجي كدوي لي على بينير فهاد الحاله راه كيكون البريسيون راه كونستانت، يعني كيكون عندك واحد ترانسفورماسيون اللي هو ايزوبار، الضغط ما كيكونش هنا. وبالنسبه لهاد الدياغرام ديال اينير ولا بينير ملي كنهضر عليه راه كندوي غير على جوج ديال الحوايج، راه كندوي على واحد الدياغرام اللي كيكون اش كيكون سوليد ليكيد متفقين، كيتكون غير من السوليد والليكيد، واضح. يعني ما كيكونش فيه شي حاجه اخرى من غير السوليد والليكيد، يعني كيكون دياغرام سوليد ليكيد، واضح، ولا ليكيد سوليد. هذا هو الدياغرام بينير، كيكون واحد الدياغرام سامبل اللي كيتكون غير من سوليد وليكيد. بالنسبه لهنايا لاحظ هنا وليتي كتظهر كدوي على ميلونج. دونك مادام كدوي على ميلونج شنو هما العوامل اللي غادي يوليو ياثروا ليا على هذا الدياغرام؟ راه غادي يدخل هنايا حتى الكومبوزيسيون اللي هو يا اما فراكسيون مولير ولا فراكسيون ماسيك. غير من هنا فراكسيون مولير يعني عندها علاقه بالنومبر دو مول، والفراكسيون ماسيك عندها علاقه بلا ماس. هما اللي كيوليو كيأثروا ليا على ياش، كيأثروا ليا على هاد الدياغرام هذا. شنو هو الدور ديال هادو؟ هادو كيكونوا بالبورسونتاج، يعني ملي كندوي على الفراكسيون مولار مثلا، الا بغيت ندوي على الفراكسيون مولار هادي هي الفراكسيون مولار كنرمز لها بام صغيره، شنو كتساوي ليا؟ مثلا هنا عندي ميلونج ديال ا بلس بي، يعني الا بغيت نحدد الفراكسيون مولار شنو كتساوي ليا؟ هي النومبر دو مول ديال ا، مثلا الفراكسيون مولار ديال ا، على ياش؟ على النومبر دو مول توتال في 100، ديما كتكون بالبورسونتاج متفقين. ولا بغيت نحدد الفراكسيون ماسيك ديال الاخر كنرمز لها بام كبيره، يعني ام ديال ا شنو كتساوي ليا؟ هي لا ماس ديال ا على لا ماس توتال في 100. تبع معايا هنا شنو غادي الدور ديال هاد الفراكسيون سوا مولير ولا سوا ماسيك، هي اللي كتحدد ليا مثلا انت ملي كتوصل لهاد المرحله هاد لي فراكسيون ولا هاد لي كومبوزيسيون بصفه عامه هما اللي كيخليوك انك تعرف في هاد الحاله بالضبط ولا في هاد المرحله شحال عندك ديال ا وشحال عندك ديال بي.
يعني شحال النسبة ديال ا اللي كتواجد ليا هنايا، شحال العنصر ديال ا شحال كاين منه هنايا، والعنصر ديال بي شحال كيتواجد منه هنايا في هذه المرحلة. هذا هو الدور ديال هذه الكومبوزيسيون، سوا مولير ولا ماسيك، مفهوم؟ واخا تبع معايا هنا. هذا الشيء ما يخص بالنسبة للدياغرام بينير، يعني دوينا قلنا بلي راه كيتكون من جوج ديال العناصر، هو عبارة عن سوليد ليكيد، يعني كيكونوا فيه غير جوج ديال لي فاز، يا يعني اما سوليد ولا ليكيد، ما كيكونش فيه غاز. وبالنسبة للي فاكتور اللي كيأثروا عليه راه هما الكومبوزيسيون. قلنا الكومبوزيسيون علاش هضرنا عليها؟ حيت عندي هنايا ميلونج، مادام عندي ميلونج عندي الحق ان نهضر على الكومبوزيسيون. ودوينا على الدور ديالها انها كتعاونني ان في كل مرحلة نعرف شحال عندي من او شحال عندي من بي في ديك المرحلة. او كاينه الطومبيراتور، متفقين؟ دابا غادي نجيو غادي ندوي على دياغرام اخر اللي هو تيرنير. ملي كنهضر على تيرنير حتى هو كندوي على ميلونج ديال 3 ديال لي كونستيتيون، يعني 3 ديال لي كومبوزون، مفهوم؟ دونك في هذه الحاله يعني عندي ا و بي و سي، هادو كاملين كيكونوا بدلاله اه، حتى هما نفس الحاجه الطومبيراتور او البريسيون. هذا راه كيتكون من ثلاثه ديال لي دياغرام اللي هما بينير. راه هي الطومبيراتور واخا ما كتبانش، راه كتكون هاي الطومبيراتور بالنسبه للدياغرام لو ما بين او بي، وكاينه الطومبيراتور عاوتاني هنا ما بين او سي، وكاينه الطومبيراتور ما بين سي و بي. هادي كامله راه كتكون الطومبيراتور، متفقين؟ يعني هادو هما لي فاكتور اللي كيأثروا لي على هاد الدياغرام هذا. يعني كاين اول حاجه البريسيون، ما كاينش هنايا، كاين جوج ديال العوامل اللي كيأثروا لي هنايا، الكومبوزيسيون، الكومبوزيسيون طومبيراتور. ها هي الكومبوزيسيون، ملي كندوي على الكومبوزيسيون يا اما تكون هنا بدلاله، يعني هاد الدياغرام هذا تيغني غيكون بدلاله الفراكسيون ماسيك ولا الفراكسيون مولار، واضح؟ وقلنا بلي حتى هنايا راه البريسيون كيكون كونستونت، علاش ما كيأثرش؟ ما كيكونش عندي هنا، حتى هنا كيكون الدياغرام تاعنا كيكون بدلاله غير السوليد والليكيد. هادشي اللي كاين بالنسبه للتقديم ديالاش ديال الدياغرام دو فاز. دابا غادي ندوي على مفهوم اخر، الدياغرام ديكيليبر. شنو كيمثل ليا دياغرام ديكيليبر؟ ملي كنهضر على دياغرام ديكيليبر دياغرام ديكيليبر واخا في هاد الحالة شنو كندوي؟ علاش كنهضر؟ دونك كيتسمى اش؟ راه هو الريبريزونطاسيون ديال اش؟ ديال لي دومين دو ستابيليتي دي فاز اون فونكسيون دو بليزيوغ فاريابل. هما اللي كنا هضرنا عليهم، دوك لي فاريابل اللي كنا دوينا عليهم راهم هادو. يعني كيمثل ليا ملي كنهضر على الدياغرام ديكيليبر هو واحد التمثيل المبياني ديال اش؟ المجالات استقرار المراحل اللي كتمر منهم المادة بدلالة عدة عوامل. يعني سوغا ريبريزونتي بي لي دومين من دو ستابيليتي دي فاز en fonction de plusieurs variables. واضح؟ دونك هذا هو ديياغرام ديكيليبر. شنو هما هاد لي فاريابل اللي هضرنا عليهم؟ راه هما البريسيون طومبيراتور والكومبوزيسيون. واخا الى هضرنا على الكومبوزيسيون، كومبوزيسيون ذكرناها بزاف، قلت لك باش تدوي لي على الكومبوزيسيون خاص ضروري ما يكون عندك ميلونج، حتى كي يكون عندك ميلونج عاد باش كدوي على الكومبوزيسيون، فاهم؟ واخا اشنو قلنا دابا؟ قلنا راه الدياغرام ديكيليبر هو اشنو كيمثل ليا؟ كيمثل ليا المجالات ديال الاستقرار ديال المراحل بدلالة عدة عوامل اللي من بينهم البريسيون او تمبيراتور او كومبوزيسيون. واش نهضروا عليهم هنايا؟ نهضروا بعدا على اول حاجه، باش دوي ليا على الكومبوزيسيون خاص يكون عندك ميلونج، يعني خاص يكون عندك واحد الخلايا سواء ديال جوج ديال العناصر ولا اكثر. بالنسبه للكومبوزيسيون كاينين جوج، كاينه الفراكسيون مولير
يعني مثلا عندي واحد الخليط ما بين ا بلس بي، دونك عندي هذه كتسمى فراكسيون مولار. وكاين عندي هذه كتسمى فراكسيون ماسيك، مزوجهم بالبورسونتاج. واخا جي نكتبو شناهي الفراكسيون مولار. بالنسبة للفراكسيون مولار شنو كتساوي؟ كيكون عندي مثلا واحد الخليط ما بين أ و بي، شنو كيساوي لهاد الفراكسيون مولار؟ يعني الفراكسيون مولار ديال أ شنو كيساوي ليا؟ هي النومبغ دو مول ديال أ علاش؟ على النومبغ دو مول ديال أ بليس النومبغ دو مول ديال بي، اللي هي النومبغ دو مول توتال فوا أش في 100. واخا مزيان، يكفي أنا قلتلك راه ملي كيكون عندك واحد الدياغرام بينيغ شنو كتمشي كدير؟ مثلا هذا هو الدياغرام بينيغ، حيت ما عند هنا فين كيكون عندي ميلونج، مثلا هنا أ و هنا عندي بي، مثلا هاد الدياغرام بدلالة الفراكسيون مولار ديال أ مثلا، عارفين ولا ديال بي، حيت غادي لهاد الإتجاه دونك غادي يكون ديال بي. واخا جيتي لهاد المرحلة هادي مثلا بغيتي تعرف شحال عندك من أ و شحال عندك من بي، بغيتي تعرف شحال عندك من بي مثلا، كتمشي كتحسب الفراكسيون مولار ديال بي مثلا ولا ديال أ، بغيتي تحسب الفراكسيون مولار ديال أ، شنو غادي دير هنا؟ كتلقى الفراكسيون مولار ديال أ باش تستنتج ديال بي، شنو كدير؟ نتا عارف بلي راه الفراكسيون مولار ديال أ بليس الفراكسيون مادام هو بورسونتاج بليس الفراكسيون مولار ديال بي كيساوي هو 100%، دونك يكفي أنك تلقى غير وحدة و تانية تستنتجها. يعني إلا لقيتي الفراكسيون مولار ديال أ شنو غادي تجي دير؟ الفراكسيون مولار ديال بي كتساوي 100% ناقص الفراكسيون مولار ديال أ، إلا لقيتي ديال بي كذلك دير العكس ديالها، متفقين؟ هذه هي العلاقة ديال الفراكسيون مولار اللي كنبغي نخدم بها، هذه هي العلاقة ديالها. دابا غادي نمشي غادي ندوي على الفراكسيون ماسيك، تا هي نفس الحاجة. باش كنرمز للفراكسيون ماسيك، ملي كنهضر على الفراكسيون ماسيك باش شنو كنرمز لها؟ كنرمز لها بكسي ديال اش ديال ام كبيرة ديال اي مثلا ولا ديال ا، مادام عندي ميلونج ا بي شنو كتساوي ليا هادي؟ بليس الفراكسيون مولار مثلا ديال بي، فراكسيون ماسيك ديال بي شنو كتساوي لي؟ كتساوي ليا 100%، متفقين؟ دابا الا بغيت نلقى وحده من هادي، حتى هي حتى الدياغرام ديما قلنا الدياغرام بينا يا اما كيكون بدلاله الفراكسيون مولير ولا الفراكسيون ماسيك ماسيك. المهم الدور ديالهم هو انهم في مرحله من هاد المراحل كيعاونونا نعرف شحال عندي من او شحال عندي من بي في ديك المرحله. تبع معايا، مثلا عندك الفراكسيون ماسيك ديال ا شنو كتساوي ليا هادي؟ قلنا مادام عندها علاقه بماسيك دونك عندها علاقه بلا ماز، دونك راه كتساوي ليا هي لا ماز ديال ا على لا ماز ديال ا بلس لا ماز ديال بي، يعني لا ماز توتال في 100، صافي. والفراكسيون ماسيك ديال بي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي لا ماس ديال بي على لا ماس ديال ا بلس لا ماس ديال بي في 100، صافي. يعني يكفي انني نلقى وحده من هادو ونستنتج الثانيه بلا ما نحسب كل وحده بوحدها، كنحسب غير وحده والثانيه كنستنتجها. كذلك ومثال بالنسبه لهاد الفراكسيون مولار، يعني نقدر نلقى يا اما ديال ا ولا نقدر نلقى الفراكسيون مولار ديال بي اللي كتساوي هي النومبغ دو مول ديال بي على النومبغ دو مول توتال اللي هو النومبغ دو مول ديال ا بليس النومبغ دو مول ديال بي في 100%، دونك كنلقى غير وحده وكنستنتج الثانيه من هاد العلاقه هادي. وقلنا الدور ديال هاد الكومبوزيسيون هو انه كيعاونني نعرف كل مرحله شحال كيتواجد من عندي ديال هاد العنصر هذا مثلا بي. الى وصلت هاد المرحله هادي الا بغيت نعرف شحال عندي باش كنخدم، كنخدم بالكومبوزيسيون هو اللي كيعطيني شحال ديال بي كيتواجد ليا هنا. هذا هو الدور ديال هاد الكومبوزيسيون، مفهوم؟ دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. بالنسبه لعين الشق راه الفراكسيون ماسيك بهاد الطريقه باش كيرمزوا لها، وبالنسبه للمسيك الفراكسيون مولار كيرمزوا لها بحال هكا بكسي ديال اي، وبالنسبه للفراكسيون ماسيك كيرمزوا لها بدبل في، صافي. يعني بالمسيك هادي باش كيرمزوا الفراكسيون مولار، هادي هي الفراكسيون مولار وهادي هي الفراكسيون ماسيك بالنسبه للمسيك. دابا هضرنا على لي دياغرام وهضرنا على العوامل اللي كيأثروا عليهم، دابا غنمشيو غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي غادي ندوزو على لي فاز. شنو هو فاز؟ صافي، يعني شنو كيعني ليا فاز؟ الا جيت نهضر على فاز شنو هو؟ ملي كنجي كندوي على فاز غادي ندوي على النوسيون دو فاز. مفهوم المرحلة اشنا هو فاز؟ دونك هو واحد المرحلة اللي كيتواجد فيها واحد العنصر
اللي كيكون يا اما هذا العنصر هذا، يا اما كيكون خلاط ديال جوج ديال العناصر ولا اكثر، وكيكون يا اما متجانس ولا غير متجانس. هذه هي المرحله، هذا هو مفهوم المرحله. وبالنسبه للمرحله كاين ثلاثه ديال الانواع، الماده كتدوز من ثلاثه المراحل اللي هما اش، يا اما السوليد ولا الليكيد ولا الغاز. هذا هو فاز، يعني ملي كندوي على الفاز دونك سيليتا سيليتا سو lequel on trouvera un constituant A ou un mélange de deux constituants. يعني كنلقى يا إما عنصر واحد ولا خلاط ديال جوج ديال العناصر، مثلا A مع B. وبالنسبة لهذا العنصر هذا، يا إما يقدر يكون لي، يا إما يقدر يكون هوموجين، يعني يقدر يكون خلاط اللي هو متجانس ولا غير متجانس، يعني هيتيروجين. متعرفين يعني هذا هو مفهوم المرحلة، من يعني هي واحد المرحلة اللي كيكون كيتواجد فيها، ولا واحد الحالة اللي كيكون كيتواجد فيها واحد العنصر ولا خلاط ديال جوج ديال العناصر ولا أكثر، وداك الخلاط كيكون اش، كيكون يا إما متجانس ولا غير متجانس. دونك هذا هو مفهوم المرحلة. بالنسبة لفاس، يعني المرحلة ديال المادة، شحال مرحلة عندي كتمر منها المادة؟ قلنا كاينين ثلاثة، كاين يا إما سوليد ولا كاين ليكيد ولا كاين غاز. شافين يعني غاز، واخ تبع معايا هنا. ملي كنجي كنهضر على السوليد بالضبط، السوليد كيفاش دايرين لي زاتوم في السوليد ولا لي موليكيول ولا لي زيون في السوليد. بالنسبه للسوليد باش معروف، معروف ان لي زاتوم كيكونوا متصافين ما بيناتهم، يعني كيكونوا قراب بعضياتهم، هذا هو الترتيب، كيكونوا مرتبين، كيكونوا في واحد ليطا اللي هي اوردون، يعني كتكون عندي ا بي ا بي، كيبقاو غاديين بهذا النظام هذا، كيكونوا منظمين، كيبقاو غاديين بواحد الترتيب اللي هو منظم. متفقين ما كيكونش التوزيع ديالهم عشوائي. هذا بالنسبه لاش للسوليد، يعني كيكونوا في واحد ليطا اللي هي كيفاش دايره هاد ليطا هادي. بالنسبه للسوليد كتكون اوردوني، وكيكونوا هنايا مادام هما في واحد ليطار اللي هي اوردوني. بالنسبه للسوليد كيكونوا الاحتكاكات فيه كبار، علاش؟ حيت لي موليكول كيكونوا او كونتاكت، دونك كيكونوا فور انتراكسيون. واخا مزيان. دونك مادام قلنا شنو كيكونوا هاد الذرات ديال السوليد كيفاش كيكونوا، كيكونوا هاد لي موليكول ولا المركبات، كيكونوا هاد لي موليكول متصلين، شافين او كونتاكت. مزيان، مادام كيكون اتصال وكيكون الاحتكاك وهاد الموليكيول مرتبين، دونك غيكونوا بلي موفمون. واخا الى جينا ندويو على الليكيد، بالنسبه للليكيد في هاد الحاله كيكون التوزيع ديالهم عشوائي، يعني كيكونوا في واحد ليطار اللي ماشي اوردوني. شافقين واخا مزيان، هذا هو الليكيد، يعني كيكونوا في واحد ليطار اللي هي ايطا ديزوردوني. شافقين واخا الموليكيول كيكونوا بروش، يعني متقاربين. واخا هادشي بالنسبه لليكيد. الا جيت ندوي على غاز، اول غاز بالنسبه للغاز، لي موليكيول كيكونوا بعاد بزاف، كل موليكيول كتكون بعيده على الاخر. يعني شنو كيفاش كيكونوا هاد لي موليكيول؟ حتى هما كيكونوا في واحد ليطار اللي هي الياتوار، يعني كيكونوا ديزوردوني. شافين تاني حاجه، لي موليكيول بارتيكولي كيكونوا تري لوان، يعني بعاد بزاف، وكيكونوا بو انتراكسيون.